مساء الخير أحبائي وأعزائي، قناتكم قناة الملكة والأمير التي تسعد باللقاء دائما معكم. عندنا بعض الموضوعات كتير، محاكمة مبروك عطية بتهمة إزراء الأديان المسيحي، وموضوع تاني تعيين المستشار ريمون رؤوف بهمان مستشارا بمجلس الدولة وأسقف طمع ويهنئه أسقف طمع. ومن الأخبار الأخرى إشادة كبيرة بأسقف أسوان بعد تداول صورة له يزور الأهالي مستقلا توك توك. ما الحدث؟ والحدث البابا تودروس الثاني يلقي العزة الأسبوعية اليوم من القدرائية العباسية. والخبر الآخر، الحكومة تنفي إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية. والخبر الأخير وهو عن الطفل شنودة الذي لم نصمت أبدا والحديث عنه. فلنبدأ بالحديث لإعادة المرافعة تأجيل محاكمة مبروك عطية بتهمة إزدراء الأديان ل 26 أكتوبر. قررت محكمة جناح مصر الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة الدكتور مبروك عطية بتهمة إزدراء الدين المسيحي والإسلامي لجلسة 26 أكتوبر لإعادة المرافعة. وجاء في نفس الدعوة ظهر عبر موقع التواصل الاجتماعي الداعية مبروك عطية أسقف فيه من السيد المسيح عليه السلام وأنكر اسم المسيح ولقبه، وتداول هذا الفيديو والصوت والصورة. وهذه التصريحات تشمل جريمة إزدراء الأديان وتهديدا للوحدة الوطنية وتقويض السلام الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات. وذكر في دعواه أن الداعية المبروك عطية قصد بكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا بل أيضا إزدراء الدين الإسلامي، لأن الديانتين قد اجتمعا على تكريم السيد المسيح وصفاه بكل إجلال وتقدير وكرامة. من هنا توفر القصد الجنائي. وكان الداعية مبروك عطية تناول سيدنا عيسى في فيديو له قائلا كل كلمة قالها سيدنا عيسى في معاذة الجبل، بل السيد المسيح، بل السيد المريخ، كلهم أسيادنا. واعتذر عطية لاحقا بأنه لا يستطيع أن يذكر من نبي ذكر في القرآن الكريم، منورا أنه لا يذكر أنه قال هذا الكلام، وأن حدث بأنه يجب ألا يحمل هذه السخرية من السيد المسيح. تعيين المستشار ريمون علاء رؤوف بهمان مستشارا بمجلس الدوله واسقف طمع يهنئه. ارسل صاحب نيابه الحبر الجليل الانبا اسحاق اسقف طمع وتابعه للاقوات اللوكسمبرقيه تهنئه المستشار ريمون علاء رؤوف بهمان وذلك تعيين مستشارا بمجلس الدوله، وتمنى نيابته لسيادته دوام التقدم والرقي والنجاح. إشادة كبيرة بأسقف أسوان بعد تداول صورة له يزور الأهالي مستقلا توك توك. أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنيابة الأنبا بشوي أسقف أسوان بعد تداوله صورة له ويزور أهالي الإبراشية بتوك توك. كانت إبراشية أسوان وأقامت حفل تأبين للأنبا هدرة مصران أسوان بشراكة المحافظ. وشمل حفل تأبين مثلث الرحمات العديد من الفقرات والكلمات من أبرزها نيابة الأنبا بشوي ونيابة الأنبا سربيون مطران لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والقمص داوود وحليم. كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان حارس الجنوب جسد مسيرة وحياة الأنبا هيدرا، بالإضافة إلى قيام كورال كنيسة ماري جرجس بكومومبو بتقديم أوبرة حياة جديدة. ومن الأخبار أيضا لدينا الأخبار الكثيرة والكثيرة. البابا تودروس الثاني يلقي اليوم العظة من قدرائية العباسية. يلقي البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقصية العظة الأسبوعية اليوم من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بشوي بالقدرية المركزية بالعباسية. تبث العظة عبر القنوات المسيحية وقناة سي بي سي، عفوا سي تي في، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة شبكة الإنترنت الأقباط المتحدون، جريدة لا نعرف إن كانت مسيحية أو إسلامية أو إن كانت حكومية أو غير حكومية، ولكن ننقل منها بعض الأخبار. الحكومة تنفي إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية. انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء مؤكدا أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم أي إصدار قرارات بهذا الشأن، مشددا على استقرار وتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية، حيث تم إصدار 340,333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة وجميع مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة الموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل أن نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق،
وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والتحقق من أي معلومات وأخبار متداولة حول هذا الشأن. يمكن الاتصال على رقم الوزارة وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات أو مغلوطة، ويرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الدولة 011-35-08-851-011-35-08-688 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني. إصدار قرار بإلغاء الإعلان عن أوقات الدولة بمختلف المحافظات شائعات حقائق غير صحيح، وتأكد أنه لا يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، ونشدد على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على مكان الدولة دون توقف مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية، حيث تم إصدار 340,333 قرار علاجي على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 1,415,000,000 جنيه. رصد موقع برلمان المتخصص في شأن التشريع والنيابي في تقرير له تحت عنوان حديث الساعة من رؤوس الخمسة والمتحولين جنسيا في الشريعة والقانون بين التأويل والتطبيق، استعرض خلاله كيف قسم العلماء الخمسة لمشكل وغير مشكل، واختلفوا على قدر الميراث من ثلاثة أوجه ومطالبات بسن تشريع بناء على الأبحاث العلمية، وخبير يجيب عن الأسئلة التالية وهو حديث الساعة. فلنكمل الموضوع. الموضوع أثار جدلا كبيرا والذي أذاع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع كل ذلك لن ننسى موضوعنا في الطفل شنودة الذي وصل إلى الهراء والضحك والبكاء، الموضوع الذي أبكى العيون وأحزن القلوب عندما وعدت السيدة نيفين القباجي وزيرة التضامن الاجتماعي الأستاذة فاطمة نعود التي وعدت والدة الطفل بالتبني أنها أن ترى ابنها الذي يكون فلذة كبدها. نعم، ليس هي التي قامت بإنجابه، ولكن هي الأم التي سهرت عليه، تعشقه بقلبها، تشعر أنه ابنها الحقيقي. يكفي هذا الشعور أنها تقول أنني أشعر أنه ابني الحقيقي. ما المطلوب بعد ذلك؟ أين أنت يا وزيرة التضامن الاجتماعي قبل أن تذهبي لمقابلة البابا تودروس الثاني من أجل إهداء هدية؟ كان من الأفضل أن تهديه الطفل شنودة، الطفل الذي وجدوه داخل الكنيسة، الطفل الذي وجدوه بداخل حمام داخل الكنيسة، الطفل الذي قامت الكنيسة بتربيته لمدة 4 سنوات، الطفل الذي تم اعتماده، عمدوه، الطفل الذي تناول جسد ودم الرب. أحبائي وأعزائي، أرجوكم تدخلوا، لأن الموضوع أثار جدلا وأصبح ثقيلا، أصبح ثقيلا على العقل، أصبح ثقيلا على الذهن، أصبح ثقيلا على اللسان، وأن نتحدث كل يوم بدون جدوى. أين المسؤولين؟ أين من هم؟ من هم الذين يزرعون الفتنة ويزرعون الكره؟ إلى متى؟ هل الطفل شنودة عندما تحول إلى يوسف أصبح زيادة للإخوة المسلمين؟ بلى، ليس أبدا ذلك. ونعود إلى ميراث الخنسة المتحولون جنسيا بين الشريعة والقانون. العلماء قسموا الخنسة لمشكل وغير مشكل، واختلفوا على قدر الميراث من أوجه ومطالبات بسن تشريع جديد. تحتل أحكام التركات وقواعد الفرائض والميراث والفقه الإسلامي حيزا متميزا عن باقي أبواب الفقه العربي، ولذلك فلا عجب أن عدة بعض العلماء والباحثين وعلما مستقلا بذاته له قواعده وأصوله وأحكامه وتفاصيله. قد تطفرت الآثار وتوترت الأخبار من أنه ثلث العلم أو نصفه، فعلم المواريث من أعظم العلوم وأجلها وأنفعها. قال رسول الله ورسول الإسلام وسلم: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل أي محكمة أو أي سنة قائمة أو أي فريضة عدلة. صدق رسول الإسلام، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أنت.
وقد خلق الله تعالى الإنسان صنفين متميزين، فتحدد جنسه لما ظهر من حالة باعتباره المعيار الأساسي في تحديد جنس الإنسان، إما ذكرا فتكون له أعضاء جنسية وجسدية فكرية، وإما أنثى فتكون لها أعضاء جنسية وجسدية أنثوية، وميز كل صنف بخصائص خلقية ونفسية وتميزه عن الآخر، غير أنه قد تجتمع خصائص كلا الصنفين إلى مخلوق واحد في مخلوق واحد شاذ، فلا تلحقه بالرجال ولا بالنساء، وكأن تكون له عضو الذكور وعضو الأنوثة أو تتعدد لديه كلا الآلتين، فيكون مخلوقا شاذا، وهو ما يطلق عليه الفقهاء مصطلح الخنثى، أي الذي لا يعتبر جنسا ثالثا مع الذكر والأنثى. في التقرير الثاني يأتي برلماني الضوء على إشكالية ميراث الخنثى في الشريعة والقانون، وما يطلق عليه بميراث الخنثى المشكل، هو أحد أبواب فقه المواريث، وهو على خلاف أصول التوريث من حيث وجود الإشكال في حالة الذكورة والأنوثة، فالخنثى المشكل هو الوارث الذي أشكل حاله ولم يتبين هل هو من الرجال أو من النساء، ويعد من الأشياء النادرة وجودها والمخالفة لما هو متعارف عليه في مسائل المواريث، وإذا لم يتبين الحال تقدر مسألتين من التوريث ويأخذ منهما الأقل المتيقن. في بداية هناك حالة شهيرة لنجل أحد الفنانين متحولة جنسيا صار حولها اللغط في عملية الأرث، هل سيرث كذكر أم كأنثى؟ وتبينت الآراء الفقهية والقانونية حول هذا الشأن، بين إذا الخنثى ولد ذكرا ثم عدل جنسه طبيا إلى أنثى فإنه يأخذ حكم الأنثى ويرث حقها شرعا باعتبار المسألة الطبية هي الفاصلة. أحبائي وأعزائي، يا رب نكون قدرنا نقول لكم حاجة ونوصل لكم معلومة تكون جيدة. شكرا ليكم أحبائي.